I'll start my lecture with بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية للأقسام غير الاختصاص في كتابكم المنهجي New Headway Plus for Beginners. I'm instructor Aswan Fakhr Jasim at Nissan University College of Education English Department. رحب بكم بيونت نمبر 1 اللي هو تحت عنوان الهالو تحية. So we start with page number 6. نبدي بالشابتر set of objectives we have is are اللي هن ال verb to be, my, yours, this is أسماء الإشارة, how are you سؤال عن الحال أو الكيفية, good morning أيضا التحية, what's this in English هنا الاستفهام عن الأشياء بالإنجليزية. Also we have numbers from 1 to 10. And the last objective is plural, اللي الأسماء الجمع اللي كيف تجمع الأسماء باللغة الإنجليزية. عندنا هنا what's your name, is our, my and yours. We have Pablo. راح أقرأ البوكس اللي موجود هنا. عندنا Pablo. Hello, I'm Pablo. What's your name? أحمد. My name is أحمد. Hello, أحمد. هنا أنا مثل ما تشوفون بالسبوكن إنجليش يعني باللغة الإنجليزية المنطوقة نميل دائما للمختصرات. مثل في البوكس اللي موجود أمامنا عندنا what's, هي أصلها what is, فالسي هنا أنا أصلها is. Also we have names. My name's أحمد. Names هنا أنا أصلها السي أو الحرف المحذوف هو أصله is. إذن grammar spot am اللي هي الصيغة المختصرة, الصيغة المفتوحة أو open form راح تكون I am. Names name is, what's what is. باللغة المنطوقة نميل دائما للمختصرات, لكن بالscientific writing لا, راح تكتب name is. We move on to the page number 7. Also we have three persons. هنا عندنا ثلاث أشخاص اللي هم بابلو, أحمد and بن. إذن أنا موجودة ويا صديقي وأريد أقدم صديق آخر, فراح نصير ثلاث أشخاص. أقدم بابلو, بن, this is أحمد, أحمد, this is بن, أحمد, hello بن, hello أحمد. أيضا هنا باللغة المنطوقة نراعي علامات البنكتويشن ماركس, يعني بعد كلمة hello followed by commas, يعني دائما تجي بعد كلمة hello comma, يعني بمعنى فارزة, ونعطيها short stop, أوكي, حتى يبين المعنى وتبين التحية مالتنا. بنروح أيضا على page number 8. How are you, كيف الحال, number 1. Pablo, hi Ben, how are you, Ben, fine thanks. بابلو, بابلو, I'm okay thanks. هذه عملية يعني عملية التحية باللغة الإنجليزية اللي تكون إما هاي أو تكون هالو, وتختلف الإجابات. الإجابة بالبوكس الأول راح تكون fine thanks بابلو and you أحمد very well thank you. إذن هذه العبارات ركزوا عليها اللي هي بدء التحية وإنهاء التحية. عندنا ايضا page number 8 grammar spot, مطين هنا ال verb to be شلون اتعامل وياها حسب المفرد, اذا كان الفاعل مفرد واذا كان الفاعل جمع. مثل ما تعرفون عندنا فواعل مفرده وعندنا فواعل جمع, فهنا انا راح اطابق هال verb to be من حيث الافراد والجمع. We move on to page number 9. نروح على page number 9. Everyday English, مطينا هنا complete the conversation, أكمل المحادثة التالية. مطينا هنا goodbye, good night and good afternoon. هنا أنا حسب التايم اللي موجود راح أقرأ البوكس number 1. Good morning, morning, what a lovely day, يا له من يوم جميل. أيضا بالعمود الثاني اللي موجود page number 9, put the word in the correct order. هنا أنا أقدر أصنع جملة إنجليزية تامة المعنى, مثل ما فهمتكم بالمحاضرة الأولى أنه الجملة الإنجليزية تتكون من subject
بالإنترودكتوري لكتشرز اللي انطيتكم إياها. تتكون الجملة الإنجليزية من فاعل وفعل وتكملة. هذه التكملة إما تكون مفعول به مباشر أو تكون مفعول به غير مباشر أو تكون prepositional phrases، يعني whatever the complement. راح نكون قادرين على كتابة جملة إنجليزية تامة المعنى. مطينا بالبوكس نمبر 1. Hey, good morning. Are you how today؟ إذا أبدي بعلامة الاستفهام أو أبدي بأداة الاستفهام how. Are you، واليو تأخذ are لأن هي جمع today. Fine, thanks. إن الإجابة راح تكون fine, thanks. نفوت على البوكس الأخير اللي هي نمبر 4. A good night. Well, sleep. Sleep well. نم هانيا. أيضا عندنا page number 10. We have vocabulary and speaking. Vocabulary المفردات، يعني كل ما امتلكت أنت أكثر من مفردة قدرت تصيغها بصيغ مختلفة وبالتالي تحصل على إجابة معينة. عندنا هنا write the word، مطيكم مجموعة من الصور اللي موجودة والصور حاوية على numbers. راح نطابق الكلمة ونخليها تحت البوكس الملائم لها. Number 1 book. Number 2 I think. Number 2 we have laptop. Okay. Computer. And number 7 burger. And we have number 11 a bag. Okay. The last page، الصفحة الأخيرة راح يكون النمبرز، يعني عملية كتابة الأرقام من رقم 1 إلى رقم 10. هنا بهذا البيج عندنا بنهاية page number 11 عندنا هنا grammar spot اللي هي عملية نطق حرف السي. عندنا هنا book إذا أضفنا لها S تصير books. فوتوغراف ايضا راح تلفظ البلورال اس، تلفظ في ثلاثه حالات، تلفظ سي وزي واز. اذا بوك اذا ضفنا لها اس تصير بوكس. فوتوغراف فوتوغرافس. ستودنت ستودنتس. زي كار راح تلفظ اذا كار واحده سياره واحده، اذا كارز مو سيارات راح شو تكون؟ تكون زد كار كارز. كمبيوتر كمبيوترز. كاميرا كاميراز. باغ باغز. فون فونز. فتلفظ السي تلفظ زي. الحالة الثالثة للفظ السي اللي هي مثل ساندويتش ساندويتشز، تلفظ از. هاوس هاوسز. باس باسز. أتمنى لكم كل التوفيق بهذه المحاضرة. أي سؤال موجود عندكم ثبتوه على شبكة تواصلكم اللي هي المودل. And thank you so much. See you inshallah with unit number 2. Thanks a lot.